أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل النشاط المحلية. في المستهل وانطلقت بولاية برج بوعريج عملية الإحصاء العام للفلاحة عبر المستثمرات الفلاحية المتخصصة في مختلف الشعب العملية، تكتسي أهمية بالغة في تصدير سياسات مستدامة للقطاع الفلاحي، يقول سعيد بلونيس. بهلول سليمان فلاح ورث خدمة الأرض أبا عن جد ببلدية مجانة ولاية برج بوعريج. حركة غير عادية هذه الصبيحة بقدوم عون الإحصاء الذي جاء ليملأ ورقة الاستبيان التي من خلالها يتم إحصاء كل ما يتعلق بنشاطه ونشاط جاره بالجنوب بهلول الصغير. وهنا قابلناهم واستقبلناهم وكما قالوا كتبنا، والعملية راهي مليحة للناس الكل، ما يشغل لي أنايا، وهذه الناس يشوفوها باهي الناس تعود عندها اخبار في الحكومه واش راه عندها الشعب تاعها، واش راه عندها من المال، واش عندها من الفلاحه. تعود الامور مسجل مسجل، ماذا بينا حنايا كنا الكريف كيزيد يسجل، الخروف كيزيد يسجل، يدخل في هذاك ينذبح يسجل، وتكون عندها اخبار وتتبع مام للسوتيان هذاك يعود كاين، الفلاح هذاك يقول كاين مهتمه بيا الدوله. احنا نعتمدوا في هذا الاحصاء ستينكستيونير استبيان نعمروه حسب تصريح الفلاح. نفس الأجواء ستعرفها البلديات الـ34 لولاية برج بوعريج بتجنيد كل الوسائل المادية والبشرية لرسم معالم العالم الفلاحي والريفي للولاية. تم اتخاذ كل الإجراءات التقنية والتنظيمية والعملياتية. العملية ستسمح برقمنة القطاع انطلاقا من قاعدة بيانات حقيقية ودقيقة تبنى عليها سياسات واستشراف مستقبل القطاع الذي يرتبط بالأمن الغذائي للبلاد. صحيا، نظمت الجمعية الجزائرية للأبحاث الطبية ملتقى جهويا في طبعته الثالثة بمشاركة خبراء وباحثين في المجال، حيث تم عرض آخر الأبحاث للتكفل الأمثل بالمصابين بالأمراض المزمنة. عمر خالدي. انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي الثالث بوهران ولمواكبة آخر التطورات التي يشهدها العالم في مجال مكافحة الأمراض المزمنة، وجب التكفل الأمثل بالمصابين وتقديم الحلول المناسبة للحد من خطورة هذه الأمراض. درنا الخصوصية طبعا الجزائرية بخصوص بعض الأمراض اللي ممكن ما تكونش دائما موجودة بنفس الحدة وبنفس النسبة في الجزائر أو خارج الجزائر. هدف من هذا الملتقى التعريف أولا بالجمعية، ثانيا تقسيم الخبرات بين الأطباء والباحثين في مجال الطب وكل التخصصات. خبراء ومختصون محليون وأجانب قدموا تجاربهم في مجال التكفل الأمثل بمرضى السرطان والسكري. نعرفوا باللي مرض السكري راهو داء في انتشار كبير في الجزائر وفي العالم بأسره. تحدثت على الوسائل الجديدة لتشخيص هذا المرض، الوسائل الجديدة اللي تسمح لنا بمراقبة السكري عند هذا المرضى. مشكلة التشحم الكبد، وهذا التشحم الكبد اللي راهو بكثرة، لماذا؟ لأنه راه كاين ديجا السمنة في الجزائر والمرض السكري من تيب 2. توحيد المجهودات من أجل الرفع وتحسين التكفل والرعاية بمرضانا. فمثل هذه الملتقيات فرصة لإيجاد الحلول وتطوير الأبحاث للحد من انتشار هذه الأمراض في مجتمعاتنا. في أجواء روحانية انطلقت من مطار توت الشيخ سيدي محمد الكبير بولاية أدرار أول رحلة نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج وسط ظروف تنظيمية محكمة. عبد النور هامل. وفقنا ورانا دوك في المطار ماشيين فرحانين زاهيين، إن شاء الله ربي يوفقنا في مناسكنا ويتقبل حجتنا. الحمد لله ربي وفقني باش وصلت باش ندير الفرض نتاعي. نحمد مولانا ونشكره. راجين من المولى عز وجل عفوه وغفرانه، وظلت قلوبهم متعلقة بزيارة بيته الحرام، فامتزجت مشاعر الفرحة وارتسمت على محيا الحجاج في أول رحلة إلى البقاع المقدسة من مطار توات الشيخ سيدي محمد بن الكبير بولاية أدرار. الحمد لله كل الإجراءات كانت بكل سهولة، كل استقبلونا استقبال ممتاز. كل
الترتيبات اتخذت، والآن نحن على استعداد لتوديع الوفد الأول من ولاية أضرار. كما تم اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية لضمان السير الحسن لمغادرة الحجاج وسط ترحيب وخدمات متميزة. تقريبا عندنا يعني 6 رحلات، والرحلة 7 سنقوم بنقل 60 حاج إلى بيتنا. الرحلة نتاع اليوم عندنا حوالي 1571 حاج، تم نقل اليوم 248 حاج. وعندنا الولايات يعني المعنية من مطار أضرار هي ولاية عين صالح وولاية تيميمون وكذلك ولاية أضرار. فريضة تسابق على اغتنامها أفئدة اصطفاها الله لزيارة بيته المعمور ليكونوا سفراء للجزائر في البقاع المقدسة. فحج مبرور وذنب مغفور. في الختام واستعدادا لموسم الاصطياف، انطلقت بولاية تيبازا حملة واسعة لتنظيف الشواطئ، وذلك بتسخير كل الإمكانات ومن أجل استقبال المصطافين في ظروف مريحة. يقول رياض بن مهدي: عندما لا ننظف البيئة تصبح مشاكل تلوث الماء، الهواء، المحيطات. جئنا اليوم لنساهم في حملة تنظيف البحر ليقضوا عطلتهم في الصيف، يبدو الشاطئ نظيف. كل يسعى جاهدا لتحسين واجهة الشواطئ وتوفير بيئة مناسبة للاصطياف. مبادرة مستحسنة. وثاني حاجة، احنا تأسفنا للظاهرة هذه تاع رمي النفايات على الشواطئ تاعنا، والسواحل تاعنا تعتبر من أجمل السواحل يعني على مستوى التراب الوطني. نتمنى من المجتمع المدني أنه يكون واعي ويكون بمستوى هذه المبادرة اللي شفناها اليوم. يعني احنا جينا من الصيف نسمعوا على تيبازا إلا الشيء الجميل. العملية التي انطلقت من شاطئ شينوا ستشمل أيضا الشواطئ الكبرى لتيبازا التي تستقطب عددا كبيرا للمصطافين كل صيف. هذا العمل يدخل في إطار تحسيس على نظافة المحيط أولا وقبل كل شيء، وكذلك في إطار الإجراءات المتخذة للموسم الاصطياف المقبل إن شاء الله. على كل حال فيها عمل نظافة الشواطئ على مستوى الشاطئين في بداية الأمر، وسوف تستمر العملية في الأسابيع المقبلة. شواطئ تيبازا تتهيأ إذن في أبهى حلتها لاستقبال زوارها وتحقيق موسم اصطياف ناجح. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام النشرة المحلية، في أمان الله.